كان مرتبط طبعا بالتصريحات اللي اتكلم عنها رئيس الوزراء على مدى الايام اللي فاتت. النهارده كان في حملات بتقوم بضبط مخالفين، واكيد ظبطوا ناس كتير قوي، يعني ضبط المخالفين لارتداء الكمامه اللي ما بيلبسوش الكمامات. النهارده ده كان بيحصل، حصل مع 3260 سواء نقل جماعي خلال ال 24 ساعه اللي فاتوا. واذكركم واذكر نفسي بانه احنا هنتكلم مع الدكتور مصطفى الفقي عن الانتخابات الامريكيه اللي جايه، وازاي انه الشبح اللي بيواجهه النهارده الرئيس الامريكي دونالد ترامب هو الكورونا واثرها، والعالم كله بيواجه الكورونا واثرها. اللي بتوقفها البتاعه الصغيره دي اللي بتطمنك وتطمنك، وتعرفوا ان انتوا عندكم على الاقل، من انا بقول لحضراتكم ادنى رقم واعلى رقم، اقل رقم في دراسه بتوفر لكم حمايه 60%، واعلى رقم في دراسه بتقدم لكم حمايه 80 او 85%. فارجوكم ده اجراء بسيط جدا جدا علشان ربنا يحميكم وتحموا كمان انتوا اللي حواليكم. وهلبسها بعد ما اخلص الهواء.